肖逸乐，肖逸乐。His name is 肖逸乐。The first participation. Okay. 啊，这是你第一次来参加这个艺术节吗？对，突尼斯是第一次。Yes. In Tunisia, the first time. Can you give us some information about tonight's show? What we can expect from this show? Okay. 你能介绍一下我们今天晚上的演出的主要内容吗？那，我们带来的是传统的民间杂技。然后呢，还有这个民间的乐器，还有现代化的舞蹈，这三种结合一台专场演出。There are three types of this program, including acrobatics, traditional Chinese instrument, and modern dancing. Is it basically music, or is there any plays or shows? I'm sorry. Basically musical, or is there any plays? 主要是就是音乐类的，还是会涉及到一些戏曲，剧类。对，剧类的有节目表演的、肢体的一些舞蹈的、杂技的，音乐类的有一部分。Yeah, we have some, you know, music program and also some plays, you know, acrobatics. We have such as acrobatics. We'll try to play it, you know. Are you planning for any other festivals? 有计划在参加其他的这个艺术节目吗？有。在突尼斯。有。对，突尼斯还有下一场的。下一场也是咱们使馆去做的一个项目。Yes, we have another play in Tunisia. It's the day after tomorrow. فرجنا استمتعنا عملنا جو ماذا بينا علاش ليه عروض أفريقية عروض دولية علاش ليه فهمت إن شاء الله معناتها المهرجان في العوام القادمة يتقدم ويتحسن ونشوفوا خير برشا من اللي موجود واللي موجود النجم نعودوه إن شاء الله معناتها يعطيهم الصحة وربي يفضلكم أنتوما وربي يبارك لكم إن شاء الله إن شاء الله ديما القرآن من حسن لأحسن إن شاء الله ديما متألقة وربي إن شاء الله يعينكم وربي يعطيكم بالوقت الطيب هذاك شنو نقول لكم وعرض مزيان ويعطيهم الصحة هما زيد تعرفوا الناس هذوما عندهم تالون مميز بيهم الناس تبارك الله عليهم أنا حضرت برشا عروض وكانت فما شراكة ما بينهم وبين دار ثقافة متاع قروان الحقيقة متاع ربي ليلة تميز المهرجان والليلة عطارة ونقى آخر ومنظر آخر وهذا تبادل الثقافات ويلزم نكونوا هكا ويلزمنا نكونوا خير من هكا ونستقبلوا ناس اللي يجيب لنا ثقافات أخرى. باهي الحقيقة عجبني أما كنت نصور أطول شوية معناتها ساعتين علاش في ساعة معناتها جايين من الصين مش عاملوا ساعة كهو. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.